السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خطير والقائد بالنسبة لأسكو ديكار، محاولة عكس اللعب مباشرة، توصل الكرة الى عليلي، ماذا يفعل بالكرة؟ يبحث عن وطارة، توصل الكرة الى وطارة ثانية مباشرة إلى المدرب عبد الله كلنا، في حلت مباشرة إلى أبو مشرف في الشباك، والهدف الأول للشبيبة بمن حضر في الدقيقة 19. هكذا فعلت الشبيبة، التوغل ثم العرضية، كوترو جميل جدا في آخر، هدف جميل، كنترول بالصدر، استدارة، وأرسل الكرة مثلما جاءت. هدف جميل بالنسبة للفريق، لكن الأجمل بعد هدف أفاتور الذي دخل بديلا، روض الكرة وسددها مثلما جاء وعادل النتيجة.